خطوة وافر حقق الحلم بقوة، بكرة أحلى هتحلى طول ما نبضك. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم جديد وبكرة إن شاء الله أحلى، وإحنا عايشين كده في الدنيا. مش هتلاقي أيامنا كلها حلوة طول الوقت، ولا هتلاقيها برضو وحشة طول الوقت. مرة تلاقيها كده ومرة تلاقيها كده، زي ما بيقولوا كده، يوم حلو ويوم مر. يمكن في ناس ممكن من اللي سامعيني دلوقتي يقولوا هو إيه اللي يوم حلو ويوم مر؟ آه ده ممكن يبقى يوم حلو لكن 10 مر. وقف وقفة مع نفسك، لو هما تعيش أيامك 10 مر ويوم واحد حلو، وشوف أنت ممكن تكون مقصر في إيه عشان كده بتعيش أيام أكتر فيها مرارة. في ناس تتخيل ان الابتلاءات اللي ممكن تكون بتيجي لينا واحنا عايشين في حياتنا كده ده غضب من ربنا سبحانه وتعالى علينا، لكن في الحقيقه يمكن من الحلقات الكتير اللي الواحد عملها ومن الكلام الكتير اللي الواحد سمعه من اغلبيه العلماء اللي بيطلعوا معانا، بيقول لك ان الابتلاء ده هو رضا من ربنا سبحانه وتعالى. هو في اللحظه دي ربنا شايفك بعيد فحابب ان انت تقرب له، هو عايز يسمع صوتك، عايز يسمعك وانت بتقول يا رب يا رب بقى خلي لي ولادي، يا رب شيل عن ولادي، يا رب ارزقني، يا رب شفيني، يا رب أي حاجة في الدنيا أنت بتطلبها ونفسك فيها. في ناس تتحط في اختبارات، يعني طول ما احنا عايشين في الدنيا بندخل جوه اختبارات، في اختبارات بندخلها بمزاجنا زي اختبارات الامتحانات والسنين الدراسية، ونجتهد قوي ونتعب قوي علشان خاطر ننجح فيها ونوصل لأعلى الدرجات. لكن في اختبارات هي مش بمزاجنا، احنا بنتحط فيها كده وربنا وحده هو اللي اعلم هو بيحطنا في الاختبار ده ليه وعايز مننا ايه وهنوصل في الاخر لايه. انت بقى هتقابل الاختبار ده وانت نفسك راضيه وبتقول الحمد لله، الحمد لله انها جت على قد كده، الحمد لله في ناس كتير قوي عايشين في حالات اصعب مننا بكتير، سواء بقى كان في الرزق او في الصحه او في الحياه او في البيت، في ناس كتير قوي عايشين حياتها ومعاهم فلوس كتير قوي لكن مش مرتاحين، في اللي عنده مرض ومضيع فلوسه كلها على انه بيسافر هنا وبيسافر هنا وبيسافر هنا، وفي اللي معاه فلوس كتير قوي لكن مش مرتاح في حياته وفي بيته، وفي اللي عنده فلوس كتير قوي ومش مرتاح مع اولاده وعنده مشاكل كتير قوي مع اولاده. عشان انا بقول ليه بالتحديد الفلوس، عشان في ناس كتير متخيله انه ما دام انت معاك ومعاك وراكب عربيات مش عارفه عامله ازاي ولابس لبس عامل ازاي فانت عايش في راحه ما بعدها راحه. لا، هو ممكن يكون عنده ابتلاء شديد جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى، وممكن يقول يا رب خد كل الفلوس اللي معايا بس اديني صحتي، يا رب خد كل الفلوس اللي معايا بس ولادي يبقوا كويسين. محدش عارف البيوت ممكن تكون مقفوله على ايه. ليه النهارده احنا بنتكلم في الموضوع ده بالتحديد؟ لانه ناس كتير قوي اليومين دول، ويمكن لسه وانا جايه في الطريق كنا بنتكلم في فكره انه كل الناس مهمومه، كل الناس تعبانه، كل الناس زهقانه، كل البيوت ممكن يكون مليانه مشاكل، وما تقابلش حد لما تلاقيه زهقان حتى لو ما عندوش مشكله يحكيها لك يقول لك انا لوحدي كده مخنوق، حاسس اني زهقان، مش مرتاح، مش قادر ابقى مبسوط. ليه الابتلاءات بقت كتيره قوي في حياتنا؟ ويا ترى الامتحان اللي احنا هندخله، لان ربنا سبحانه وتعالى ما بيحملش حد ابدا فوق طاقته، واي ابتلاء بيديهولك هو عارف ومتاكد انك هتقدر تتحمله، بس يا ترى هتتحمله وانت غضبان وناقم عليه، ولا هتتحمله وانت راضي وعندك حسن ظن بربنا سبحانه وتعالى؟ ويمكن هو ده الاختبار الحقيقي اللي لازم نعدي منه بنجاح في حياتنا. ده اهم اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيحطنا فيه عشان يشوفنا احنا راضيين بقضائه وقدره ولا لا. هنقول يا رب لا احنا مش قادرين نستحمل، احنا تعبنا. لا، هو على فكرة مش هيديك حاجة وهو عارف انك مش هتقدر تتحملها، هو هيديك على قد قدرة تحملك، ولما قدرة تحملك توصل للآخر خالص هتلاقي الفرج بإذن الله من عند ربنا سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله والابتلاءات والصبر على الابتلاء، ده اللي هنتكلم ان شاء الله عنه النهارده مع فضيله الشيخ اسلام النواوي من علماء الازهر الشريف، وان شاء الله نكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم، ولكن بعد الفاصل.
مين فينا ممكن يكون عاش حياته كلها حلوة أو عاش حياته كلها وحشة؟ أكيد عشنا كده وعشنا كده. يعني مين فينا ما يكونش عاش لحظات فرح وسعادة؟ مين فينا ما يكونش عدى عليه لحظات ابتلاء وحزن وتعب وفقدان أي حد؟ هي الدنيا كده، شوية كده وشوية كده، واختبارات كتير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى يحطنا فيها، وده عشان بيحبنا قوي على فكرة. أي اختبار ربنا سبحانه وتعالى بيحطنا فيه عشان عايز يشوف نجاحنا في الاختبار ده، عايز يشوفنا بنجريله احنا رايحينله، بندعيه وعندنا جوه قلبنا كده حسن ظن كبير جدا بربنا سبحانه وتعالى انه ان شاء الله هينجحنا في الاختبار اللي احنا داخلينه. الصبر على الابتلاء وحسن الظن بالله، ان شاء الله هيكون كلامنا النهارده مع فضيله الشيخ اسلام النواوي من علماء الازهر الشريف، واكيد هكون في انتظار تليفونات حضراتكم واسئلتكم. فضيله الشيخ سلام عليكم واهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك واحييك على المقدمه الصادقه النبيله اللي لمست قلوبنا اكيد قبل قلوب الناس. وعايز اخد من المقدمه بتاعتك حاجتين. اتفضل. حته ربنا عايز يشوفنا واحنا بنجري له، والحته الثانيه اللي انا عايز اقولها ليه الابتلاء، هو ليه؟ وده يمكن كان هيبقى اول سؤال. وايه الحكمه من ده؟ ويمكن ده تورط خواطر. اشهد الله تبارك وتعالى انك لك مكانه في قلوبنا جميعا، فيمكن ده من تورط الخواطر وصدق المحبه. شوف يا ست الحبايب، انت قلتي كلمه حلوه قوي، ربنا عايز يشوفنا واحنا بنجري له. انا هكيفها بتكييفه تانية خالص. اتفضل. المرور دايما بيعمل سرعات معينه. اداره المرور، المخالفات والرادارات والحاجات دي سرعات معينه. على المحور هتمشي 90، على الصحراوي 120. فربنا سبحانه وتعالى برضو عمل لنا سرعات في القرآن. السرعات بتاعت القرآن متقدرة كده على أهمية الحدث. الأكشن. إيه الأكشن بتاعك؟ الأكشن بتاعي رزق. الأكشن بتاعي اللي أنا عايزه، الحدث بتاعي أنا عايز رزق. فربنا يقول لنا في الرزق دي ما تجلوش كتير، لأن مش بتاعكم، ده بتاعي أنا، فيكفي منكم السعي. فيقول لنا إيه؟ فامشوا في مناكبها، اللي هي المشيه بتاعت التراك دي. مش مشيه الهروله كمان اللي هي بتاعت المد بتاعت التكسير. اصل هو رزقك رزقك. ولذلك ربنا قال ايه؟ وكلوا من، ما قالش رزقها اللي هي الارض، وكلوا من رزقه، لان هو اللي بيرزق مش الارض اللي بتقول. ونعم بالله. السرعه رقم 2 اللي هي بتاعت الجنه والمغفره. وسارعوا الى جنه من ربكم. وسارعوا الى مغفره. فدي السرعه الثانيه. أقصى سرعة في القرآن التي لا يستطيع أن يعاقب عليها رادار أو يعاقب عليها أحد. السرعة في اتجاهك إلى الله، في الاتجاه إلى الله، دي أقصى سرعة اللي ربنا استخدم عنها تعبير خطير. ففروا إلى الله، اللي أنت قلت عنها ربنا عايز يشوفنا بنجري له. أيوة، في الطريق إلى الله ففروا إلى الله. تخلى عن كل قيود السرعة وأنت في الطريق إلى الله، لابد وأن تفر إليه، ليس فقط أن تقبل إليه، وإنما أن تفر إليه حتى من نفسك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة من الصحابة اللي كان في غزوة واعتذروا. فربنا قال علموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هتنخلع من نفسك إلى الله يأتيك الفرج. هتظل تحسبها بالورقة والقلم وأنقل وعم وخال وفلان وفلان، هتفضل زي ما أنت محلك سر. ولذلك لماذا الابتلاء؟ ليه ما تمشيش كلها مفروشالنا بورد؟ هو قال لك ايه؟ مش مفروشالنا بورد، هي فعلا مش مفروشالنا بورد، وده حقيقه قرانيه، لان ربنا قال لقد خلقنا الانسان في كبد. كل نعيم الدنيا يا لميا هانم، كل نعيم الدنيا، كل نعيم الدنيا فيه كبد. يعني حضرتك ما شاء الله مذيعه شاطره وليك اسمك، يعني اعتقد ممكن اقول ان حضرتك براند في عالم الاعلام. الحمد لله، ربنا يخليك. لكن ده مش راحه، ده كبت. ليه؟ لانك مضطره تيجي قبل الميعاد بساعه تذاكري وتحضري نفسك وتجهزي لبسك، وربما تكوني مش نايمه لكن هتيجي. ده كبت، على الرغم انه شيء بتحبيه. قد يكون الانسان بس مسؤوليه، بس كبت. هي المسؤوليه، مجرد المسؤوليه هي كبت. ما هو زي ما حضرتك بتقول كده، ليه؟ لانك مضطر تعمل ده حتى لو كانت ظروفك الحياتيه ما تسمحلكش انك تعمل ده، بس انت مضطر تعمل ده. أحسنت. رغم انك بتحبه. احسنتي. قد يكون الانسان في رغد العيش من اغنى 10 في العالم زي ما بنسمع، وبيقولوا ارقام فيها اسفار كتير الواحد ما بيعرفش يعدها، لكن يكفيه من كبد الدنيا انه الى زوال، اما بذهاب المال او بذهاب حياته. صحيح. فكبت. لن تجدي في الدنيا متعة مطلقة، لن تجدي في الدنيا صحة مطلقة أو نعيم مطلق
أوجاه مطلق، كله مهدد بأن يزال من تحته الكرسي، أو مهدد بأن تذهب صحته، أو مهدد دار ابتلاء. نعم، هي دار ابتلاء بالضبط. لن تجد النعيم الدائم أو النعيم المستقر إلا عنده سبحانه في الآخرة. ونعم بالله، عندما أراد أن يطمئننا عن حلنا في الآخرة، ما قال لناش الآخرة فيها إيه، قال لنا أنها دار مستقر. فحتى وإن كان النعيم، حتى وإن كان النعيم فيها قليل، لكنه دائم، مش خالي من الكسترون، خالي من المسؤولية التي هي تؤرق أي صاحب نعيم. طب ليه الابتلاء في الدنيا يا رب؟ كنت تدينا الحد الأدنى يا رب من 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 من, من رغد العيش. قال لك لا، هو يكسر الرغد الذي أنت فيه بالابتلاء لشيئين. الشيء الأول أن تستشعر نعمة الله عليك. متخيلة لو أنا من ساعة ما اتولدت لساعة ما أموت ما جاليش مرض، يبقى أنت مالكش فضل علي يا رب. أنا كده، أنت خلقتني كده. ونقفل كليات الطب ونقفل المستشفيات والعيادات، لكن هو يكسر هذا الرغد حتى يشعرك بنعمته عليه. أنت متخيلة إن أنا لو في فترة من الفترات ما اتزنقتش كده وقلت أعمل جمعية عشان كان أخونا بره ويقول أنا عايز أعمل جمعية عشان أطلع ولادي مصيف اسكندرية، وأنت طموحاتك بقت صعبة قوي. فمتخيلة إن هو وقت ما يحب يطلع مصيف يبقى معاه الفلوس، لن يستشعر نعمة الله عليه. طيب الحاجة التانية، ليه الابتلاء يا رب؟ ليضعك على الطريق. هي ليضعك على الطريق. بص يا أستاذة لن، كلنا بنمشي في طريق، بس في واحد بتبقى وجهته في ظهره وهو ماشي غلط، في واحد بيمشي بسرعة بس مش ملاحظ ان قدامه حفرة كبيرة ممكن يقع فيها. طب ربنا بالابتلاء ده بيحطني على طريق ايه؟ بيحطني على طريق الأنبياء والصالحين، مش طريق الساحل لا، طريق الأنبياء والصالحين. ليه؟ على إيه؟ على درجة صبري بقى، مش على درجة صبري. هو الابتلاء في الأساس جاي عشان يحطك على طريق الصالحين، درجة صبرك دي هتحدد حاجة تانية. يعني الابتلاء في الأساس يا فندم جاي لك علشان يحط، الابتلاء ده هو المستوى الرفيع يا لمياء هانم. الابتلاء ده المستوى الرفيع، المواد الأساسية بتاعت الدراسة في الدنيا، الدراسة في الدنيا المواد الأساسية الطاعة والعبادة والسعي على الرزق. طب العبد ده كده مش هيخش الجنة بالشكل المرتفع، وممكن بقى ندور له على حاجة خاصة، فنعمل ايه؟ نعمله المستوى الرفيع. الابتلاء في وسط العبادات هو المستوى الرفيع للعبادة، لانه بياخدك حضرتك من الطريق اللي انت ماشية فيه اللي هو طريق العبادة العادي الى طريق الانبياء والصالحين. اشد الناس ابتلاء الانبياء، الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الامثل فالامثل. حتة حلوة في الحديث بقى سيدي صلى الله عليه وسلم، ويبتلى المرء على قدر دينه. عشان بعض الناس يقول لك ده الراجل ده ما بيفوتوش فرض، ده الراجل ده صالح، يبتلى ليه؟ ليه يجيله ابتلاء؟ شوف بقى الحديث بقول لك، فان كان دينه صلبا او صلبا اشتد عليه البلاء، يبقى بلاؤه اكتر من اي حد. وان كان في دينه رقه، يعني الامور ماشيه معايا دوبك في الدين كده، ابتلي على قدر دينه ويظل يبتلى ويبتلى حتى يصير على الأرض وما عليه من ذنوب الدنيا من شيء فيلقى الله نظيفة. يا سلام، شوية المرض أو شوية الابتلاء اللي بيقول يا هانم دول عاملين زي بالظبط أفضل مسحوق بيعملوا له إعلانات في التلفزيون بيطلع البقع. أهو الابتلاء ده هو اللي بيطلع البقع بتاعت الذنوب اللي لازقة في القلب. طب أنا مش عايز أطلعها يا سيدي، طلعها دلوقتي. ليه؟ حتى تلقى الله وما عليك من ذنبك في الدنيا. حلو حلو قوي التشبيه ده فضيلة الشيخ. استأذنك ناخد التليفون مدام عواطف. مدام عواطف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبة قلبي؟ الحمد لله بخير. أنا بحبك قوي قوي والله. لا طب الصوت، وانت طيبة يا حبيبة قلبي، وانت بألف خير يا حبيبتي، وانت بألف خير. الصوت مش عندنا في الاستوديو يا جماعة. ازاي تفضلي يا مدام عواطف. ازيك يا شيخ اسلام؟ ازيك يا ست عواطف؟ كل سنه وحضرتك طيب. حاج عواطف ممكن استاذنك توطي صوت التلفزيون وتسمعينا من التليفون؟ الله. حاضر يا حبيبتي. حاضر يا روح قلبي. حاضر يا حبيبتي دي ست طيبه. بتقولي انا بحبك قوي. كل سنه وحضرتك طيب وانت سعيده ومتهنيه، ويرزقك يا رب بالحج يا رب العالمين.
والله انا بكلمك علشان تطلب لي الامنيه ديت ويمكن ربنا يقبلها منك. يا رب يستر. شوف عشان تعرف ان انا شيخ بجد، عرفت انت عايز ايه من زي ما تقول. لا انت ابن حلال مصطفى، الله يصلح حالك. يسترك ربنا، يسترك ربنا، يكبر بخاطرنا فيك وفي احبابنا كلهم يا رب العالمين. الله يخليك. اللهم امين. دعوتين عايزاك تدعوهم لي يا شيخ اسلام لو سمحت. عيني. ادعي لي ربنا يشفيني وربنا يوعدني بالحج الكبير. امين يا رب. يرضيك يا رب، يشيلها عنك ويكتبها لك يا رب ويكتبها لنا. الست دي على راس مثلث الطيبه، عارفه ليه؟ ما شاء الله عليها. الحج الكبير دي تقول لك ان هي اصل الناس الطيبين يقول لك على عمرها حجه صغيره. والحجه بتاعت الاسلام دي تبقى حجه كبيره. اهي الست دي على راس مثلث الطيبه، انت اللي تدعي لنا يا ست عوض. ربنا يكتب لها الخير كله. يدعي لك بالشفاء يشفيكي ويعافيكي ويكبر بخاطرك. امين يا رب. مدام احسان. ايوه اهلا بحضرتك، اتفضلي. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم امنا الغاليه، زي حضرتك. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا امنا؟ ان شاء الله يديك الصحه والعافيه يا رب يبارك فيك. بص انا عندي 72 سنه. ربنا يديك الصحه. ليا وجعني وكنت مخلفه ثلاثه مهندس، ربنا افتكره، والولا والبنت مش عارفه اتعامل معاهم ابدا، بيغضبوا من غير سبب ويمين الله ورحمة ابني، بيغضبوا من غير سبب. طب صلى على النبي، صلى على النبي. هم طلعني من دماغهم خالص. هم متجوزين يا حاج حسين؟ وظروفهم كويس، اخذت عربية اخوها وقعدتها بقى اللي هي اجاب الدول، ما عملتش حاجة. اهدي يا ماما بس عشان باخد منهم حاجة. يا رب ما يحوجك. طب انت زعلانة منهم ليه؟ ربنا ما يحوجك. شايلينها من دماغهم. ما بيسألوش عنك. ما بيسألوش عنك؟ لا 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 يا حبيبتي. ولا تلفون ولا المجاية تنزل غضبانة، وهو راح يطلب من غير سبب، وبقى قاعدة مش قادرة أقوم وأنادي عليها. لا يمكن ترد عليا طيارة، ولما رحت المستشفى بعد التجلبيه تغسلها لي رميتها في حجري وجالي غضبانه. طب انت عايشه مع مين؟ مين قاعد مع حضرتك؟ لوحدي. قاعده لوحدك خالص؟ انت دلوقتي في البيت ولا في المستشفى يا ماما؟ في البيت. طيب بص يا ماما، اللي نقدر عليه دلوقتي ندعي لهم بالهدايه وتسيب لنا رقم تليفونك، احنا نتصل عليك نطمن عليك. سيب لنا رقم تليفونك. واحنا اولى بيكي منهم، احنا اولى بيكي منهم. كلمني يسترك اخويا، اسال عليا. حاضر يا ماما، اسال عليك وعينيا وجزمتك فوق راسي من فوق. حضرتك ما تقفليش بس الخط. استاذه ناديه تاخد رقم تليفونها ضروري يا ست ناديه. خدوا الخط والنبي احمد ضروري. شوفي يا ست لميا، اطلعي بقى من موضوع الابتلاء ده خالص، وتعالي نقول كلمه. طب. من رزقه الله بوالدين مد الله في عمرهما، لو قطعوا، شوفي الاسلوب اللي انا بقوله ده، لو قطعوا من جسمه تقطيع لا يحق له ان يتركهما. هي بتقول ايه؟ والله ما عملت لهم حاجه. ولو عملت، ولو عملت لهم يا حاجه يا ست لميا، ولو عملت 72 سنه دي رحمتهم في الدنيا وفي الاخره. لو خدوا، شوفي، لو سافروا بعت الفلوس وضحكت عليه وخدتها، لو اتنين، طول ما ربنا سبحانه وتعالى ردها الى ارذل العمر، انت متخيله ان الله يستحي من عبده حين يبيض شعره؟ طبعا يستحي من طبعًا. عبده حين بيض شعره، واحنا لغايه دلوقتي مش فاهمين يعني ايه ربنا يستحي من عبده. فانا لما بروح الموقف، انا لسه بركب مواصلات عامه، فلما بروح الموقف حضرتك بركب، الدنيا زحمه، زحمه جدا، والمواصلات قليله، اقعد اتفرج على الناس وهي بتركب. انا ما اعرفش اجري على عربيه ابدا ابدا، ما هنش نفسي العربيه ابدا ابدا، انا هين نفسي لشيخي اجري جري تحت رجله، انما انا اجري عشان العربيه افضل واقف ساعه مفيش مشكله، اتفرج على الناس وهي بتركب واحط في دماغي ان الله يستحي من عبده. فتلاقي الراجل يا عيني خارج عنده 60 سنه شايل مشانة العيش اللي كان بيبيعها على كتفه، واحد شاب طالع يركب بيزقه من شده الزحام. ما هو خد بالك، فساد اخلاق الناس ياتي من ليه كمان ولو واحده ست طالعه وشاب قاعد ايه يعني؟ ايه يعني يا هانم هقف في الموقف ساعه؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ مش ورايا الديوان، انا على فكره ورايا الديوان، بس يعني خلاص الديوان الصبح مش بالليل. لا تساوي عند الله ان انا ازق واحد بيركب. شوفي، حتى وان كنت من المصلين والمسبحين والناسكين، لان الله لما انزل الدين لم يرد لهذا الدين ان يراه الناس في المساجد ولا المعابد ولا الكنائس، وانما اراد للدين ان يراه الناس في اخلاق الناس. ولذلك من الكلام الحلو او الكلام الطيب اللي بيتكتب على الفيسبوك، ان الله لا يريد منك ان تحمل في جيبك مصحفا
وإنما يريد منك أن تكون في أخلاقك آية. والقرآن نسمة. يبقى في قلبك ما يبقاش في جيبك. نسمة والله العظيم. هم الناس حبت سيدنا عشان صوته حلو في القرآن، عشان يجيبه في رمضان بكام ألف جنيه يصلي بينا التراويح. حبوه علشان كان بيجوع صلى الله عليه وسلم ويأكل الناس. يجوع صلى الله عليه وسلم أخلاقه يأكل الناس. حبوه عشان صلى الله عليه وسلم يبقى تعبان ومش قادر يخرج لقضاء مصالح الناس. انا مالي انت بتطلع في برنامج ولا بتقول كلام حلو، ولا انا عايز اشوفك وانت بتساعدني في حالي، ابني بيتعلم عايز اعلمه. إيه هو ده الدين يا هانم؟ انا عايزه استاذن حضرتك، انا عايزه اقول لها كلمتين عشان انا مشغوله بكلمه هي قالتها مدام احسان، وهي بتقول بديها الجلابيه عشان تغسلها فرمتها في حجري او رمتها لها يعني وسابتها ومشيت. يا رب تكوني سامعاني، يعني انا ما اعرفكيش وما اعرفش اسمك، انت واخوكي اللي امكم النهارده بتتصل وبتبكي البكاء الفظيع ده، وحتى كلماتها طالعه كلها بتترعش، نصها مش مفهوم يمكن، ولكن مصحوبه بالم شديد جدا من قهره سنين طويله قوي حرمت نفسها ممكن تكون من حاجات كتير قوي عشان تربيكوا وتقفوا على رجليكوا النهارده، وفي الاخر ترمي لها الجلابيه. انا امي متوفيه وابويا متوفي وجدتي اللي ربتني برضو متوفيه. النهارده انا بس هقول لك نصيحه لوجه الله، هتلاقي نفسك ربنا طبعا يدي مدام احسان الصحه يا رب وطوله العمر، يوم لما تفقديها هتلاقي نفسك بتخبطي دماغك كل يوم في الحيط وبتتمني اللحظه اللي هي تبقى جنبك فيها. هتلاقي كل موقف هيمر عليكي في حياتك نفسك انها تبقى موجوده معاكي فيه، سواء هو حزن او فرح. الجلابيه اللي انت رميتيها لها ومشيتي، بكره هتمسكيها وهتاخديها في حضنك وهتغسليها بدموعك ودموع الندم على اي لحظه انت عملتي في امك فيها كده، وساعتها مش هتعرفي ترجعيها تاني. ناخد التليفون معانا مين؟ ام اياد. ام اياد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا استاذه لمي؟ الحمد لله بخير. انا بحب حضرتك قوي والله. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا يعني اول مره اعمل عنده كهرباء زياده عن مخه وتعبان يعني. تقلقيش ما تقلقيش، زي اخوه يعني يا رب هيخف وهيبقى زي الفل ان شاء الله. انا بقى زعلانه من نفسي طبعا، هو تعبنا بيجي عليها ساعه بفقد كده تزهق، بقعد اقول كلام وحش، انت جيت لنا ليه؟ انا زعلانه. حرام عليكي. بقعد اقول كلام كتير قوي وحش وزعلانه من نفسي وخايفه ربنا يعاقبني في ابني التاني. ما تقوليش كده عشان ده ممكن يكون الخير اللي ربنا بعته لك وانت مش واخده بالك. نعم يا رب يا رب. بزعل قوي. التوصيل على التوالي والتوازي بيديكي تيار متردد، في واحد بيظبط التيار وواحد تاني بيديكي تيار متردد. كنا احنا فاضيين بقى في الفيزياء والاحياء، وكنت احب كل المواد دي كلها ما عدا الميكانيكا. احب كل المواد دي كلها ما عدا الميكانيكا، وكنت مسميها فرقعيك. اجي اذاكر ميكانيكا اقول لهم تذاكر، اقول لهم فرقعيك. كان يقعد يقول لك اسقاط بقى وحاجات غريبه كده. انا بنصح كل اللي عنده مرض في القلب، كل اللي عنده كهرباء زياده، انه يصلي في جماعه. احنا في الصلاه في جماعه سنتين، اسمعيني بس، ولو 3 سنين ولو 70 سنه، الصلاه في الجماعه بتبقى التوصيل فيها كهربين على التوالي. فاحنا واقفين جنب بعض، لو معانا واحد سليم بيظبط الدنيا دي كلها. ولذلك الجماعه بتوع الطاقه الهرميه وبتاع، بقول لك ان الصلاه في جماعه لها اسلوب هرمي خطير. فالاول يصلي في جماعه ويروح للدكتور ويتعالج ونرقيه ونمشي مع الدكتور. الحتة التانية اللي هي بتقول بقى، أنا دايما أقول لربنا سبحانه وتعالى هو جالنا ليه؟ هي دي فلسفة الابتلاء. أن الله تبارك وتعالى قد يبتلي العبد ويطيل بلاؤه لينظر إلى صبر العبد. طبعا. فإذا ضج من الله وقال أين الله، استمر معه بلاؤه. في بعض الناس بلاء وطيل، يقول لك هو فين ربنا في ده كله؟ استغفر الله العظيم. فيستمر معه بلاؤه، فإذا قبل من الله زال عنه بلاؤه ولو بعد حين. ويقوم في حتة المرض تحديدا ربنا يدي للمريض حاجة خطيرة. يعني أنت قلت لها كلمة على سجيتك كأم، يمكن ده بركة البيت. طبعا هو بالفعل بركة البيت. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى عندما يأخذ من المريض صحته هو خد منه حاجة. لابد أن يحدث عنده توازن. إيه التوازن اللي ربنا هيدهوله؟ الأقوى من صحته. إذا مرض العبد بقي الله عنده
ربنا يفضل عنده. صحيح. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لعبد من العباد وهو يحاسبه: عبدي. ربنا بيلوم عليه، بيعتب عليه، بيقول له: عبدي مرضت فلم تعدني، أنا كنت عيان فما زرتنيش. فالعبد يندهش ويقول: وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ أتسخر مني يا رب؟ أنت هتمرض يا رب وأنت رب العالمين؟ فقال: عبدي مرض عبدي فلان ولم تعده، يعني ما زرتهوش، اللي هي زعلانة من مرات أخوها اللي خدت منها جلبية وما رجعتهاش علشان خاطر الموقف اللي بتعاقبها. أنت اللي بتتعاقب يا فلحة، مش هي اللي بتتعاقب. صحيح. ولو عدته لوجدتني عنده، مكان ربنا فيه، الدعاء فيه مقبول ولا مش طبعاً. مقبول؟ إذا ربنا بياخد مني الصحة ويعطيني سر من أسرار القبول وإجابة الدعاء. ولذلك أقول بقى لإخواتي الدكاترة والتمريض والقائمين في العملية في المستشفى: حطوا الناس في حباب عينيكم، مش عشان خاطري ولا عشان خاطر حد، عشان ده لو دعا عليك دعوة لن تفلح بعدها. صحيح. صحيح. خلاص خلص. ويجي بقى يحط للمريض بند استثنائي. احنا نقعد نقول للناس ايه؟ استحملوا يا جماعة، استحملوا، ده الصبر على البلاء أعظم عبادة. فيجي المريض يشتد به المرض، يتعب قوي يا ست لامية، وهو مش معترض بس في جوه اعتصار ألم جواه مش قادر، فغصب عنه يقول آه، تطلع من قلب قلبه، تخلي أحبابه ينهاروا طبعا. فربنا يقول للملائكة، في ملائكة كاتبين بقى عشان الناس اللي بتتفرج علينا، الناس اللي بتروح تصيف بقى وتقلع التيشيرتات وتنزل بالصورة وما يصحش يا عماد، فربنا في ملائكة بتكتب الكلام ده كله، ده قلع التيشيرت، ده أظهر عورته، ده مش عارف إيه ده. فالملائكة كاتبين ماسكين الإقلام وهيكتبوا، قال الساعة 2:55 آه. فربنا يقول لهم: استنوا، لا تكتبوها لعبدي آه، واكتبوها له الله. الله، ده من رحمة ربنا بينا. مدام نادية. ألو. أيوة. اتفضلي يا مدام نادية. أهلا أهلا أهلا، إزيك يا مدام لمياء؟ الحمد لله بخير. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بحضرتك، منوران. الله يبارك فيك يا حبيبي قلبي. ممكن اكلم الدكتور اسلام؟ اتفضلي مع حضرتك. كل امورين يا ست ناديه. يا ابني يا حبيبي، ممكن بس رقم تليفونك؟ انا ابني اسمه اسلام زيك، وانا عايز اكلمك ضروري. سيبي رقم تليفون حضرتك، ارجعي بس الكنترول، ما تقفليش الخط. وسيبي لنا رقم تليفونك ونوصله ان شاء الله بعد الهواء على طول. بامر الله يا فندم، تحت امرك. مدام ندى. ايوه حضرتك معايا. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بحضرتك، ممكن اسال سياده الشيخ؟ اتفضلي. تحت امرك. الله يخليك. سياده الشيخ، انا جوزي لسه متوفي ما كملش سنه، وكنت يعني واقفه معاه الشغل ومساعداه بفلوس، وتوفى وعنده اربع صبيان كبار ماسكين شغله، ما ظلموني وما رضوش يدوني حقي. نعم. حضرتك كنت واقفه معاه في الشغل، مدياله مبلغ من المال، يعني انتوا زي شركه؟ مبلغ من وده ملوش اوراق؟ لا، من غير اوراق. طب ما هم رجعوا لي المبلغ اللي انا كنت مدياه لجوزي، بس من غير ارباح، ما ادونيش حقي، ما ادونيش ورثي، مش يدوني. قالوا لي امي حكمت ان انت ما تاخديش اي حاجه ومش هنديكي حاجه. ومامتهم موجوده. وانا عندي بنت وولد في كليه. منه؟ لا، مش منه. ده من اب تاني، والاب متوفي. تمام. فمش راضيين يدوني حقي، ومقفل لي بلطجيه وورقي عندهم، وكل ما اقول حسبي الله ونعم الوكيل ليهم يقولوا لي انزلي في الشارع وحاسبيني براحتي. يا ساتر يا رب. قلبهم قاعد، ولاد جوزها دول قلبهم قاعد، مش عارفين خطوره اللي بيعملوه. دي ناس قلبها قاعد والله، والله العظيم. اولا خاطر تبعينا يا مدام نادي، مفيش حاجه في الميراث اسمها امي حكمت او ابويا قال انا اخد الارض واخواتي ما ياخدوش، مفيش شرعا. اسمها ايه دي اللي كانت بتتكلم معانا؟ ندى. ندى وضرتها اذا كانت على ذمه جوزها. اذا لانها ممكن تكون متطلقه، ممكن لو كانت متطلقه ندى تاخد التمن مشفي من توتال التركه وبعدين يوزع التركه. لو 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 ضرتها موجوده على ذمته، الاثنين يشتركوا في التمن. يعني لو واحد متجوز اربعه يا ست لامية، مش كل واحده هتاخد تمن، الاربعه يشتركوا في التمن، لان في اولاد. لو مفيش اولاد الاربعه يشتركوا في الربع. ليه؟ مفيش واحده احسن من واحده. ما تجيش واحده تقول لك اصل انا القديمه وانت الجديده. خطوره اللي بيعمله ولاد جوزها في ايه؟ ان ده مال ايتام. طبعا. وان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم. ملهاش اولاد منه. ملهاش اولاد منه. ما يجراشي.
ده مال ارمله، ده قلعن. استني بصي كل حاجه، شوفي الدكان مفتوح وفي كل حاجه. شوفي رب ما انزل الله تبارك وتعالى الدين لم نكن في حاجه الى قانون، لان الدين لما جاء انما لم ياتي فقط للاخره. تلتين احاديث سيدنا صلى الله عليه وسلم في الاخلاق والمعاملات، والتلت اللي فاضل بين العباده وبين احوال الاخره وبين احكام العبادات، فالتلتين دول اللي هم في محل القانون. متخيله ان الدين فرض عقوبه على سوء الخلق اللي احنا لسه بنقول عايزين قوانين ترضع النطق بالفاظ بذيئه او سب الدين او ما الى ذلك؟ الدين لما نزل نزل علشان يضبط قواعد الناس. فاصل القانون المدني في الدين. فلما ربنا قال ان اليتيم ده لميراث قال لهم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، ولما في ارمله قال لهم الساعي على المسكين والارمله كالمجاهد في سبيل الله. اذا المشكله ليست في الدين، المشكله في تطبيق الناس الدين. شوفي بقى صحيح. هنقعد نتكلم عن تجديد الخطاب الديني سنين، تجديد الخطاب الديني هنتكلم عليه سنين. ان لم يكن هناك من يطبق لن نشعر بالخطاب الديني. صحيح. لن تستطيعي ان تزرعي دين، انا اقصد اقول تزرعي في تربه منزوعه الاخلاق. صحيح. هي صحيح. الاخلاق دي السنان الاساس مش موجود. ما هو الاساس مش يبقى موجود، يبقى لازم نعمل ايه يا هانم؟ ناسس أخلاق. نعمل اخلاق. اتمنى صحيح. على الدكتور طارق شوقي وهو جايب وزير التعليم وهو جايب مشروع جديد لتطوير التعليم، والله احنا املنا فيه كبيره جدا. اتمنى عليه انه يبقى فيه فتره كده، فتره في المدارس الخاصة والانترناشونال والامريكان وكل حاجة. والله من كام سنة فترة تقويم السلوك انا رحت صورت في مدارس فقلت كتبت حتى كده على البورد وزارة التربية والتعليم، وبعدين قلت ليه النهاردة التعليم اختلف؟ ليه النهاردة الاولاد في المدارس مختلفين عن جيلنا؟ احنا جيلنا المدرس عندنا كان تعظيم سلام لحد النهاردة. انا والدي كان بيقول لي انا ما كنتش اقدر امشي من طريق المدرس بتاعي معدي فيه. طبعا احترام وادب واخلاق وتقدير. رمضان مبروك لما قال لك ما دام المدرس بتاعنا مننا اتحط قدامه حته التورته ولا الجاتوه هيكسر كلمه على الطالب ازاي؟ ليه؟ لانه كان المدرس هيبه. طبعا كان المدرس زمان هيبه، كان ما حدش بيكسر عليه او يكسر عينه. انا محتاج في تجديد الحياه، مش تجديد الخطاب الديني، اعلم للناس معنى ان ما حدش يكسر عيني. فانا لما بفتح الدرج بتاعي اخد رشوه انا خدت فلوس لكن اتكسر عيني، ولما اقيم حياتي على الحاجات الدروس الخاصه انا مش بحارب حد ولا بهاجم حد، كلهم اصحابي مدرسين، عندي اصدقاء مدرسين كتير، لكن انا مش هقدر ابني كيان، انا مش هقدر ابني بنيان، انا هبني كيان، انا هبني عماره وهجيب عربيه لكن مش هبني طالب ومش هبني كيان مدرسي ومش هبني مدرس، انما هجيب عربيه وهصيف في الساحل زي احمد الراوي لما يروح الساحل هو كمان لكن اجي اقول فين الكيان؟ لا مفيش كيان، مفيش. يعني انا نفسي حتى فكره انه اصل احنا مش هنروح المدرسه علشان خاطر اصل احنا ما بنستفدش ما بناخدش حاجه. ان الشاب من 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 7 سنين او الطفل من 7 سنين لحد 30 سنه انه يجي لي الجامع نسبة 10%. مش بقول ان الناس مش متدينين، هو ممكن يكون بيصلي، لكن فكرة ان يروح الجامع عشان يصلي مع الشيخ عشاء ولا مغرب ويسمع له درس، سلوكيات كتير غابت عننا. نسبة المشاهدة عندنا بقت قليلة. صحيح. نروح نعلي نسبة المشاهدة ازاي هنم؟ ننزل الناس في الشارع بقى ونعمل تقرير خارجي. فنعمل تقرير خارجي ازاي؟ ان احنا نعمل فترة اسمها فترة تقويم السلوك، تعملها في تحية العلم، تعملها في الحصة الأولى، ونجيب بقى ايه؟ نصنف الولاد، ونجيب مش شيخ وقصيص وبس، ونجيب مره مدرس علم اجتماع او استاذ في علم الاجتماع في منطقته ويعلم الولاد في وليه ما نعملش ماده اسمها الاخلاق ونحفظهم ويقعدوا يذاكروها عشان يعرفوا ايه الاخلاق دي؟ نعملها إيه؟ زي ما نعملها ان شاء الله نسميها ميدو. المهم يبقى القصه الحقيقيه بتاعتنا بناء الانسان. صحيح. قبل بناء الكيان. صحيح. وانا بحيي جدا فكره مؤتمر الشباب اللي كان عنوانها بناء الانسان. صحيح. محتاجين واحنا بنبني بلدنا نبني الانسان. ناخد مدام نصره. الو، اهلا بيكي مدام نصره، اتفضلي. انسه نصره، اتفضلي، اهلا بيكي. ازي حضرتك يا مدام نصره؟ الحمد لله بخير. لو سمحت ممكن اسال الشيخ؟ اتفضلي. ازيك يا ست نصره، ربنا ينصرك ويكبر خاطرك. ربنا يخليك. هو انا بس اللي استفزني الصراحه وخلاني اتصلت، انا اول مره اتصل ببرنامج.
الحاجه اللي هي اتصلت من شويه وكانت بتعيط. 42 سنه. انا بس انا والدتي توفي بقالها 4 اشهر الله يرحمها. انا من ساعتها انا حاسه ان انا حياتي واقفه، حاسه ان هي مش يعني حاسه ان كل حاجه كان فيها بركه راحت، ما بقتش موجوده. حاسه ان الدعوه الحلوه اللي كانت بتدعي لي ما بقتش موجوده. انا لحد دلوقتي جوايا رفض اني والدتي توفت. بحس ان انا زي ما اكون في حلم، واول ما اصحى من النوم هلاقيها موجوده. بصحى من النوم ابص على سريرها، احس ان هي هتخبط الباب عليا وتدخل زي ما كانت بتعمل. فانا يعني بواجه رساله لولادها، انتوا عمركم ما هتحسوا بقيمتها او بقيمه والدكم او بقيمه وجود والدتكم غير لما هي تروح منكم. صدقوني الاب والام دول مهما يكونوا قاسيين او فيهم اي حاجه، هم سند. ما تحس بيهم مهما كانوا قاسيين هم سند طبعا. بس انا بطلب بس من الشيخ ان هو يدعي لهم بالرحمه وبالمغفره، ويدعي لي ان ربنا يصبرني على فراقهم. ربنا هيصبرك باذن الله ويرحمها. وادعي لها كتير، ادعي لها كتير عشان تبقى مطمنه عليكي. اللحظه دي قاسيه. انت عارفه الام والاب في حياه اي واحد فينا هم عباره عن ايه؟ عن ستر العوره. شوفي انت تقدري في عز البرد تنامي من غير غطا، لكن تقدري تخرجي في وسط الناس من غير هدوم؟ لا طبعا ما تقدريش. اهو الاب والام دول غطا، ستر العوره. شوفي ببقى عندي مصايب الدنيا، مشاكل الدنيا، تقعد بس تسمع كلمه هي. بصي يا ست لامية من نظره صحيح بتفهم. روح يا ابني، وهي عارفه بتقول ايه. اهي روح يا ابني، وبعدها الدعوه دي ستر العوره، ستر المساوئ. كلنا عيوب، كلنا طبعا بلاوي، كلنا طبعا مصايب طبعا. احيانا كده كانت والدي والدتي يعني ربنا يعني ابتلاهم بشويه مرض يعني، لكن لما والدتي تعبت في التعب الاخير كنت بقول لهم انا حاسس ان انا ظهري عريان، مع انها بحسبه بقى يقول لك احنا الشرقيين بنشوف ان الست ضعيفه وبتاع، فهي ست والحمد لله انا ليا وظيفتي وليا شقتي وليا، حاسس ان ظهري عريان طبعا. ما هي كده. بقول تاني وتالت وعشرين، الاب والام طالما نفدوا من الستين، نفدوا من الستين، انا قاصد اقول نفدوا من الستين، اذا ربنا سبحانه وتعالى تركهما لك لتستثمر. عملوا اللي عملوه، طردوك من البيت، خدوا فلوسك، عذبوك، ألموك، كانوش حنينين. في ناس يقول لك انا عمري ما حسيت بحنيته، وانا عمري ما حسيت بحنيته. الواحد من دول بيبقى عنده اسهم في البورصه، فتخسر البورصه فما يرضاش يسحب اسهمه، يقول لك استنى عليها شويه يمكن تعلى. استنى عليها عشان هي عاليه في الجنه، في النعيم، في رحمه ربنا. هقول تاني، عندما يشيب العبد يستحي منه ربه، اما يستحق ان نستحي منه اكراما لله؟ اما يستحق طبعا ان نستحي منه اكراما لله؟ طبعا. عندنا جوهره اسمها جوهر الدين، مش قادرين نفهمها لغايه دلوقتي. جوهر الدين هو الدين يا هاني، مشكله الحجاب اللي بنتكلم، هو الدين لما قال لي البس الحجاب، لما قال لي المراه البس الحجاب، كان الغرض منه انه يدي انطباع سلوكي للمراه ان الجوهره، فحافظ على نفسك، ما تلبسي الحجاب وتلبس من تحت الحجاب بنطلون في زول. طبعا. صح. غلطان انا؟ لكن انا عامله حجاب. فتلبسي الحجاب. انت عامله حجاب، بص انت قلت ايه؟ انا عامله حجاب. ايه عامله حجاب؟ في جوهره بقى. هو الدين عمل الحجاب ليه؟ هو ربنا قال الحجاب ليه؟ لما ربنا يقول للراجل مننا استر عورتك، فما ينفعش يعني ابقى انا ساتر عورتي قدام الناس، واجي اقوم منزل صوره خايبه بشلل على الفيسبوك وانا لسه راجع ضايع بيها كل حاجه وصدري باين استفدت ايه؟ الدين بيدينا جوهره، مبادئ. للاسف بقينا شكليين. ناخد ام مؤمن. ام مؤمن سلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. والله يجازيكي كل خير والله على اللي انت بتعمليه. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يخليكي. هستأذنك بس وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر. اتفضلي. لو سمحتي كنت عايزه اقول للشيخ دلوقتي، لو واحده مظلومه وقالت حسب الله ونعم الوكيل. فينفع الدعاء دوت وربنا بيجيب لها حقها ولا لا؟ حاضر. هو في احسن من الدعاء ده؟ ده انت بتفوضي ربنا. على فكره ترفعي له القضيه. على فكره
حسبنا الله ونعم الوكيل عمرها ما كانت شتيمه. بس الناس فهمتها شتيمه، اللي تلاقي واحد بيتكلم مع مدير يقول له روح يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل، لا ده طلع كده هو بيدعي عليه، طلع كده يلعن ابوك يعني، هي بتطلع كده عليه لا روح ربنا ياخدك. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل هي عباره عن ايه بقى؟ نقل اوراق القضيه من الجنايات الى امن الدوله، محكمه امن الدوله العليا. فهي نقل اوراق القضيه انت رفعت من الارض الى السماء. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حصل ايه بعد ما قالوا؟ فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فاحنا بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل كنوع من انواع الدعاء. تلاقي واحدة كده متخانقه مع حماتها تقول لها روحي يا شيخه حسبي الله ونعم الوكيل فيكي وفي ابنك وفي العيال كمان. لا، هي حسبنا الله ونعم الوكيل ما اتعملش عشان كده، اتعملت عشان بالليل كده في الاوضه وانا قاعد على السجاده ومسكت سبحتي وصليت على سيدنا على قد طاقتي واقول يا رب حسبي الله ونعم الوكيل، انت حسبي وانت نعم الوكيل يا رب. لكن بنقولها غلط برضه. طبعا. استاذ محمد. استاذ محمد السلام عليكم. الو. السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. الو. هستأذن حضرتك بس وطي صوت التلفزيون واسمعنا من التلفزيون. صوت ربنا سامح، صوت ربنا سامح. اتفضل. هو أسامة اللي بيوطي ولا سامح؟ مين اللي بيوطي التلفزيون؟ أسامة ولا سامح؟ صوتي أسامة. أسامة؟ سلم لنا على أسامة. ماشي حضرتك. حضرتك حضرتك تكلمنا عن حسن الظن بالله. عيب. الابتلاءات ديت فيها الخير لجميع المسلمين. أنا هقول لك حتة موقف على حسن الظن بالله عشان خاطر أسامة هتدعي لي بعد منه. اتفضل. عشان خاطر الجماعه بتوع الاليوبيه قرايبنا دول. أيه. هديكي بقى موقف عن حسن الظن بالله، اللي هو بصي بقى، الدكتور قال مش هينفع تعمل العمليه عشان انت سنك كبير وخلاص هتموت. الفلوس مش مكفيه ومش هعرف اعمل حاجه. حسن الظن بالله بقى يخش يصلح ما افسده الطبيب وما افسده الدكتور. هتلاقي اتفتحت لك بيبان واتفتحت لك سكك انت ما تعرفش جت منين. خدي بقى الموقف الجامد ده. واحد من صحابه رسول الله كان تاجرا، كان ايه؟ تاجر. فبيخرج، عارفه التجار زمان ما كانش بقى فيه تامين الطرق بتاعه، وبيخرج بالجمل بتاعه ويجيب التجاره ويرجع. في عودته من التجاره استوقفه سارق او قاطع طريق، فقال له مالك واقتلك. عارفه الحرامي الرخم، هات فلوسك وهقتلك. فقال اما مالي فلك واتركني. قال لا اقتلك. هي خلاص يعني تربست معاه على كده. فده راجل بيموت، فهو بيموت بقى، فقال له طب اتركني اصلي لله ركعتين بس. واخد بالك؟ مش واحد هيتعلم يقول له نفسك فيه مش هتدوتش همبرجر. مفيش الكلام ده. فراح الراجل دخل يصلي، هو ده ميت ميت، ما هو الحرامي اهو وهو قدامه ومفيش بقى لا كمين ولا اي حاجه صحراء. فدخل الرجل في الصلاه وظل يصلي وهو ساجد، قال يا مغيث يا مغيث اغثني يا مغيث يا مغيث. فضل الراجل ساجد فيقول فسمعت صوت فارس يأتي من بعيد يضع حربته بين أذني فرسه. الوضع ده وضع عسكري خطير، انه يحط الحربة بين ودان الفرس ده، يعني ده معناه فارس معلم في يعني في الفروسية، عارف هو هينشن فين. مش عارف سن نملة الدبانة، خلاص بنشينه. فإذا به يضع حربته في رأس اللص فيقتله. فقلت له بالله من أنت؟ قال له أنا ملك من السماء. لما قلت يا مغيث الأولى سمعنا قعقعة لأبواب السماء. قعقعة عارفة يكون عندك شباك الهواء عمال ياخده كده. أيوه. ولما قلتها ثانية سمعنا ضجة لأبواب السماء. حتى الرابعة استأذنت أن أنزل إليك لأنصرك. فرج من عند ربنا. ده كان ميت حضرتك. ده خلاص كان خلاص فرج من عند ربنا وأذن. ده كانوا بيجهزوا له شهاده الوفاه، ده حتى مش هيجهزوا له شهاده الوفاه عشان ما حدش هيعرف انه مات. لكن هو عنده ظن ربنا، انا عندي ظن عبدي بيه. صحيح. سامحني يا اسامه. صحيح. معنا ام فادي. ام فادي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله بخير. اتفضلي. اهلا يا ست ام فادي. الله يخليك. دلوقتي في عندي، هي مش مشكله، هي يعني بقى عايزه راي الدين في موضوع. انا ليا ابن اختي في دولة عربية وكانت معاه زوجته فأصابه مرض السرطان وهو هناك.
فصغير هو في السن. المهم فقعدت معاه في اثناء بعد عمل العمليه وكده. المهم نزلت هي اسكندريه سابته ونزلت ما كملتش معاها بقيه العلاج ولا الكلام من ده. فسابته ونزلت بحجه ان هي شغلها، فاصبح هو طبعا لوحده ومريض. فاخته راحت له سابت شغلها وقاعده معاه لحد الان. حلو. فهو دلوقتي شقته باسم امه. باسم امه. فتقول له عايزني ارجع واقعد معاك، رجع الشقه باسمك. وهو دلوقتي يعني تعبان وبيتعالج. ليه شقته باسم امه؟ اسمعيني بس، ليه شقته باسم امه؟ ما هو اسمه اصلا، هي اللي جايباها له اصلا. اه طيب ماشي. ودفع فيه وكده. فهي تقول له عايزني ارجع، خلاص هات الشقه باسم بنتك، بنت عندها 8 شهور، يا اسمي يا اسمك انت، وانا عايز وانا ارجع اخدمك. وهو كان بيعملها كويس؟ اه بيعملها كويس، وهو انسان محترم وموظف محترم وكل حاجه. بس نعم. هي طب هي ليه شرطه الشرط ده؟ كان في مشكله بسبب الشقه يعني؟ هي كل الايام معدوده بقى، وعايزين نطلع حقنا يا ست لميا. هي تحصل على امكانيات. الايام معدوده. لا برضو ما نقولش ما يرجعش، احنا ما نقولهاش، احنا ما نمشيش في الشر، احنا نقول ربنا يهدي لهم الحال يعني. بس يعني حاضر يا مفادي. بقول لك ايه يا مفادي، انت معايا يا مفادي؟ ايوه مع حضرتك. البنوته دي بقى اخلاقها كويسه يعني، ولا هي بت برضو طمعانه فيه؟ لا هي طمعانه فيه قولا واحدا يا مفادي، ما فيهاش اي ميزه. لا 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 هي طمعانه فيه، وكمان اللي بيقويها اهلها. يا ست ام فادي سيبك من اهلها، يعني احنا شفنا منها معامله طيبه، ولا هي من ساعه ما جت متنكه وعامله معامله كويسه؟ لا هي لا لما لقيته تعب، هي مش عايزه تتحمل مسؤوليه التعب. هي كويسه؟ هي البنت احنا خلاص عرفنا. لا مش كويسه، هي مش كويسه خالص خالص. هو مش كويسه. طيب جدا يا ام فادي. يا ام فادي سيبك بقى من البرنامج، وانا وانت قاعدين كده على المصطبه وبنتكلم. البنت مش كويسه خالص. هو بقاله قد ايه متجوزها؟ لا مش كويس. انا عايز اوصل لحاجه. بقاله قد ايه؟ احنا عارفين انها مش كويسه خالص، اتجوزناها ليه؟ ولو استمر ليه؟ هي بقالها قد ايه متجوزه يا ام فادي؟ سنتين حضرتك. سنتين. طيب يا ستي. طيب يا ستي. سنتين. حاضر. سنتين. يا ستي. حاضر يا ستي. حاضر. طبعا احنا سامعين من طرف واحد. ما انا بقول لك يا ستي لما بتقولي ما يسيبها، لا احنا ما نمشيش في سيب. انت عارفه لما بخش صلح بين اثنين مقطعين بعض، وهي شاده شعره وهو شد شعرها وبتاع، وتيجي عند الطلاق اقول لهم انا ما بطلقش. من الفاتحه كده ان انا ما بطلقش، هتطلقوا بعيدوا عني، انا بتاع صلح. الفكره في ايه؟ انه ده خلاص عمل عنده سرطان وهيموت. طب وانت مين دراكي يا خايبه انه هموت؟ الراجل راحوا سالوه قال لهم كيف حال مريضكم؟ قالوا لهم صحيحنا قد مات. الاعمار بيدي. لا مش معنى ان انا جالي مرض والدكتور قال لي ايامك في الدنيا معدوده. ده كان في راجل وبنته، وكان زي ما حضرتك بتقول كده، الدكتور قال له ايامك في الدنيا معدوده، كتب كل ورثه لبنته وبنته ماتت وهو عايش. اه يا وارث مني ورثك. الفكره في ايه بس؟ احنا عايزين نتكلم في فكره ايه؟ هي بتتكلم في ان هي عايزه الشقه. فمش وقته. مش وقته، لو المعامله ما بيننا كويسه، انت كده ضامنه لغير الشقه، ضامنه مؤخرك وايمتك والعلاقات الانسانيه. وهي الحياه بقت ما استني القايمه والمؤخر في مناطق جغرافيه. بص يا ست لميا، خلينا نتكلم بصراحه، في مناطق جغرافيه الجواز فيها يعني الاعدام اسهل من الجواز فيها. مناطق جغرافيه في مصر حولت الجواز لاستثمار مشروع. مش عايز اقول محافظات بعينها عشان ما حدش يزعل مني، عشان ما حدش يزعل مني، انا كل الناس على راسي بلاش. بس في حاجات كده لازم نقولها. عيب يا لولو. عيب. عيب يا لولو. فاكره الفيلم ده بتاع عيب يا لولو؟ هم قالوا لها عيب يا لولو. احنا لازم نقول له عيب يا لولو. عيب ليه؟ تلاقيه راجل غلبان، موظف، عامل نظافه ما يعيبوش، عشان يجوز بنته محتاج 2 مليون جنيه وبيجيبهم، وما تعرفيش بتجيب منين، ما تعرفيش هو جاب منين. فده لما تيجي انت حضرتك عايزه تديله حاجه لله بيصعب عليكي. ده انا لميا اللي بنتي على وش جواز مش هعمل لها كده. انا عمري ما هعمل اللي بيعملوه ده. فتيجي انت تستغربي. فبقى الجواز، في ناس حولت الجواز علشان بيت يتفتح، بيتين او عيلتين يتخربوا. هنجيب مش عارف طقم ايه وطقم ايه، وتلاجه كبيره وتلاجه صغيره، وغساله اوتوماتيك وغساله نص اوتوماتيك. ليه بقى يا ست لميا؟ علشان خاطر النص اوتوماتيك دي بنشطف فيها. طب ما هي الاوتوماتيك بتغسل وتشطف وتعصر. جهل مركب، جهل مركب يا ست لميا. فاصبح عندنا مرض خطير اسمه عندنا مرض خطير اسمه الجهل.
فهي لما اتجوزت الزبون اتجوزته عشان هو مسافر، ففي فلوس وفي ميه وفي فلوس جايه وبتاع، فلما وقع ما فضلش غير الشقه، الشقه باسم ماما، مش قضيتنا بقى دلوقتي باسم مين، مش وقته الكلام. ولذلك احنا قلنا يا جماعه جوهر الدين في الجواز موده ورحمه. ده هو استثمار كده مش جواز بقى. نورتني يا فضيله الشيخ وبشكرك، اشوفك على خير ان شاء الله. ويرضيك ويرضيك ويبارك فيك وفي احبابك وفي كل الساده المشاهدين يا رب العالمين. امين يا رب. امين يا رب. مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. مين فينا ما بتقولش شعري مقصف وعلى طول بيقع، او بشرتي على طول بهتانه او بيطلع فيها حبوب؟ وده طبعا عشان كل بنت فينا عندها شعرها وبشرتها من اكتر الحاجات اللي بتهتم بيها في شكلها ومظهرها. عشان كده في فقرتنا النهارده هنتكلم عن كل مشاكل الشعر زي الشعر المجعد والمقصف والهيشان، وهنعرف بعض برضو ازاي نتخلص من اي مشكله ممكن تواجهنا في بشرتنا زي الحبوب والبقع الغامقه. كل ده هنعرفه ان شاء الله النهارده مع الدكتوره ليالي الحلواجي، وان شاء الله نكون في انتظار تليفوناتكم. دكتوره ليالي منوراني واهلا بك. الف سلامة عليك. الله يسلمك. يعني بنقول انه من اكتر الحاجات اللي ممكن تكون مهمه لاي ست او بنت في الدنيا هي بشرتها وشعرها، وفي شك ان كلنا تقريبا شعرنا بيقع، ولكن بيختلف بقى من شخص لشخص. صح. مشاكل الشعر ممكن تكون كتيره، وهرجع اقول لك انه مفيش حد بيبقى عاجبه حاله، يعني في ناس يبقى عندها شعرها مجعد وشايفه وتقيل قوي وشايفه، وفي ناس تبقى شايفاه ستايل قوي وصاحب الموضوع نفسه يبقى ده شيء مضايقه ومزهقه، ولا نفسه انه يبقى شعره ناعم وفتله الشعر تبقى كويسه. خلينا نبدأ بالشعر وبعدين ندخل بقى على البشرة، وقولي لنا المشاكل الكتير اللي ممكن تقابلنا. عندنا مشاكل الشعر، هيشان، تقصف، تجعد الشعر، الشعر اللي بيقع دلوقتي أكتر البنات بيروحوا للدكاترة يقولهم أنا شعري بيقع بجذور الشعر، يعني مش بيقع بيتقصف وحتت منه بتقع، لا بيقع من جذوره. عشان عندنا استخدام الغلط للبرودكتس الموجوده في السوق، الشامبوهات والكونديشنرز والحاجات دي، كل حاجه ليها استخدام معين. ممكن مش من حاجه انا بستخدمها ممكن يكون عندي نقص فيتامين اصلا، يعني حاجه سوء تغذيه. الدايت اللي ماشيه عليه مش لازم الدايت اللي هو بخسس، الدايت اللي الدكتور بيقول لك لا انت ماشيه على دايت غلط، اللي هو اكلك وشربك اصلا غلط. يعني الميه هي اللي بتخلي وشنا نضر وشكله حلو. صحيح. الغذاء، الخضار هو اللي بيخلي الشعر تقيل، هو اللي بيدينا الفايده بتاعت الفيتامينز كلها للوش وللشعر ولجسمنا. فاول حاجه ان احنا بنروح نشوف الفيتامينز دي، عندي نقص فيتامين دي عشان كده شعري بيقع. التغذيه الكويسه، الحاجات التانية اللي بستخدمها غلط. طبعا دلوقتي عصر السرعه وعندنا شغل وعندنا طول الوقت، لو نسمع دي تقول لي دي ودي تقول لي دي ممكن ده يبقى مناسب دي عندها مشكله وانت عندك حاجه تانية، يعني بالضبط. اللي هي بتستخدمه علاج عشان شعرها بيقع عشان عندها نقص فيتامين معين، انت حاجه في شعر في شعرك حاجه تانية. ممكن دلوقتي البنات الاستخدام للاجهزه اللي كلها حراره زي الفير والسشوار والحاجات دي كلها بتاذي الشعر جدا فوق ما يتخيلوا. ايه اللي بيأذي اكتر؟ يعني في ناس تقول لك السشوار لا ده مؤذي اكتر من الفير، وفي ناس تقول لك لا ده انت بتعرضي الشعر للسخونيه جامده جدا. الحراره اللي بقفل عليها الشعرايه وبمشي عليها الشعر اكتر من مره عشان خاطر افردها، انا الشعرايه دي خلاص هي بتتحرق، اطراف الشعر من تحت بتتحرق. وكمان دلوقتي عايزين يعملوا شعر بسرعه كل يوم، فمش بيغسلوا شعرهم. فشعري بينزل زيوت، انا شعري بيطلع الزيوت اللي فيه الطبيعيه عشان تغذيه. لو غسلته كل يوم مش هيطول، ومش شعري مش هيستفاد بحاجه من الزيوت اللي بتطلع حتى منه. حتى لو الغسيل مش بالشامبو، لو الغسيل بالميه، لا بالميه عادي، لو بالميه عادي، لكن لو غسلته بشامبو عشان يشيل الشوايب والزيوت اللي فيه، انا كده بهلك الشعرايه برده زياده. لان الزيوت يعني ما بيقولوا هي دي اللي بيستفيد منها دهني، هو الدهون دي هي اللي بتغذي، بس الدهني فيه الدهون زياده شويه. احنا بنقول اقصى حاجه مرتين في الاسبوع، يعني الشعر دهني، بعد كده ممكن نستخدم بالميه. الفير اللي بمشيها على الشعر والشعر مش مغسول، انا كده بحرق شعري عشان اوريدي عليه زيوت، فبمشي عليه الحراره فبحرقه، فبزود درجه التقصف بتاعه. فاحنا ممكن نبعد عن الحاجات دي او نقللها، يعني مفيش حد هيبعد عنها، هنقللها وهنبتدي نستخدم الزيوت والحاجات الطبيعيه. دلوقتي كل الناس
بقت بتفكر ازاي ايه الطبيعي اللي نازل، ايه الزيوت الطبيعيه اللي نازله، ايه الحاجات الطبيعيه اللي نازله زي زمان. يعني زمان ما كانش فيه كميه البرودكتس، ما كانش فيه مشاكل الشعر، ما كانش فيه كل البرودكتس دي. ايوه كان كله عباره عن زيت، زيت الزيتون، زيت اللي بيطبخوا بيه، زيت الزيتون بتاع الاكل، زيت اللوز. كان فيه مجموعه من الزيوت كتير قوي وكان شعرهم حلو. حتى الاجانب بره كانوا بيستخدموا كلها حاجات طبيعيه. الاسيويين كانوا بيستخدموا ميه الرز، العرب كانوا بيستخدموا دهن الماعز، كان كلها حاجات طبيعيه وكان شعرهم حلو جدا. صحيح. لما ابتدينا بقى نخش في البرودكتس والكيميكالز والحاجات دي كلها، ندور على الحاجات اللي نجيبها على شنطه الاستريس، اللي هي حاجات غاليه، البرودكتس الكتير، الاسامي الكتير اللي في وسطنا دلوقتي، فكل ده اهلك الشعر. صحيح. عشان نبتدي نعالج، ابتدي اخش في حاجات طبيعيه، اعالج شعري بحاجات هي كده كده مش هتضرني. يعني هتعالج شعري وهستفيد منها وكمان مش هتضرني في حاجه. في زيوت كتير قوي ممكن نروح عند العطار مبلغ قليل جدا، 20 جنيه ولا تقريبا 50 جنيه، هتروح جايب كميه زيوت كتير قوي اقدر اعمل بيها ماسك للشعر او حمام زيت للشعر مره في الاسبوع. هتعالج كل المناسب لكل انواع الشعر. يعني لو احنا بنتكلم عن الهيشان، كل انواع الشعر بيبقى شعرها مقصف قوي، كل انواع الشعر عندي، زيت الزيتون، زيت الجوجوبا، زيت اللوز، زيت السمسم. هل في نوعيه شعر ما ينفع لها زيوت؟ لا 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 لا، يعني الشعر الدهني لا، احنا مش هنعمل زيوت وهسيبها عليه. انا بعمل حمام زيت، هستفيد بالزيت اللي في شعري مثلا ساعه، ساعه ونص، ساعتين براحتي، وبعد كده هغسل شعري. انا شعري استفاد بيه خلاص، مش هيضرني ساعه ساعتين، لانه في ناس تحطهم بالليل تنام بيه تصحى الصبح تغسل شعرها. مش كده الشعر ما بيتنفس، انا كده بقفل بصيلات شعري، بقفل يعني بكتمه شايله كلمه ثانيه، بكتم شعري. فدي مجموعه من الزيوت كتيره قوي، وبحاجه بسيطه جدا ممكن اعالج بيها شعري. هتعالج التقصف، هتعالج الهيشان. في زيت الارجان، زيت الارجان زيت هايل جدا، فعال 100%، وكمان بيطول الشعر. لو مشينا عليه فتره بيطول الشعر من 5 ل 7 سنتي في الشهر. زيت اللوز غني باوميجا 3، بتقوي بصيلات الشعر. تعالج لو انا عندي المشكله الاساسيه هي نقص فيتامين معين، لا ما احنا عشان كده قلت لك من الاول، احنا المشكله الاول السبب الاول. رحت حللت فيتامينز ولقيتني انا تمام، ما عنديش نقص فيتامين، ما عنديش اي حاجه في جسمي فيزيكالي، انا تمام. خلاص اروح بقى ادور على الحاجه اللي انا اكل وشربي، انا في حاجه بعملها غلط. البرودكتس اللي بستخدمها، بستخدم الشامبو بكميه كبيره قوي تهلك الشعر، الشامبو بيستخدم كميه قليله عشان بس ينظف الشعر، يشيل الاكسس الزياده من الدهون ويشيل الشوايب اللي من الشعر، يخلي الشعر نظيف. كميه كتير منه، الشامبوهات لازم فيها كيميكلز عشان تنظف الشعر طبعا، فهتهلك الشعرايه، هيبتدي الشعر بيقع. الكونديشنر او البلسم نفس الحكايه، لو حطيت بلسم شعر على البذور فعلا مضر للشعر. هو البلسم اقوى من الشامبو بكتير. الشامبو الماده فيه ضرره اكتر من طبعا. هو البلسم المفروض ان هو هي المشكله في ان الناس فاهمه ولا لا، هي عارفه هي الحاجه اللي بتستخدمها دي عارفه تستخدمها صح ولا لا. هي بتجرب البلسم فبتلاقيه، هي بتلاقيه حلو، فخلاص هتخلي كله بقى حلو بقى من فوق لتحت، حلو بقى خلاص، مش لازم يخلينا في اللي باين. غلط جدا، غلط جدا. البلسم من كتر ما هو قوي، لو حطيته على فروه الراس او حطيته على جذور الشعر، الشعرايه هتقع بطولها، ده سبب ان الشعر بيقع بطوله. ان انا البصيله بتاعت الشعر ضعيفه وحطيت عليها بلسم فخلاص وقعت كلها. الامهات اللي هم لسه دلوقتي صغيرين وعندهم اطفال صغيرين، فتره الرضاعه بتعمل مشاكل كتير بالظبط، عندها طفله صغيره ربنا خلقها شعرها مجعد، خلاص هي شعرها مجعد خلاص، ليها حل طبعا، بس خلاص هي شعرها مجعد، ما تقعديش تحاولي وهو مبلول تروحي تشده فيه جامد. في اطفال صغيرين دلوقتي عندهم ابتدى شعرهم يخف وبقى عندهم صلع طبعا، انها بتشد جامد لورا. احيانا بتستخدم بعض الكريمات الثقيله وهو مبلول عشان يبقى اسهل كمان مجدود. وهو مبلول تقول هو مبلول اسهل وتروح غلط، غلط جدا، شعرها يقع. فالحاجات الصح اللي هو يمشوا عليها بالمفروض انها تتعمل ازاي، ونبتدي بقى نعالج. تمام. طيب كميه الزيوت اللي انا قلتها لك دي كلها عملنا منها ست، واللي هي عباره عن شامبو، بلسم، وسيرم، وبروتين للشعر. عملنا الست دي وضفنا عليها كمان الحاجات اللي هو هتبقى صعب ان انا اروح اجيبها من العطار، صعب ان انا اعملها في البيت. فالست دي مكونه من مجموعه الزيوت اللي احنا قلنا عليها، زيت الارجان اللي هو زيت من شجر الارجان في المغرب، ده موجود في الشامبو،
بالظبط داخلين في الست كلها كمان. زيت اللوز الغني باوميجا 3 عشان يقوي بصيله الشعر. احنا بندور على سبب المشكله ونحلها من اسبابها. يعني مش بنغطي مش بنكفر، احنا بنحل المشكله سببها ايه اصلا. الارجان قلناه بيطول الشعر كمان وبيغذي الشعر. اللوز فيه اوميجا 3 بيقوي بصيله الشعر عشان الشعر ما يقعش بطوله. زيت السمسم، زيت الجوجوبا، زيت الزيتون، كل دي مجموعه زيوت بتفيد الشعر وكلها بتشتغل مع بعض عشان خاطر تحل المشاكل اللي احنا قلناها دي كلها. مش مشكله واحده. يعني مش الست مش معموله عشان شعر مجعد ولا عشان الشعر اللي بيقع، ده هي كل المشاكل. ست علاجية كأنها زي الدواء بالظبط عشان خاطر تحل كل المشاكل دي. طب الست دي مكونة بقى من ايه؟ من الشامبو، الشامبو والبلسم والسيرم والبروتين. ضفنا عليهم بقى المواد اللي احنا مش هنقدر نجيبها. احنا قلت لكم لو مش عايزين تشتري البرودكت روح هات مجموعة الزيوت دي من العطار وابتدي عالج شعرك. بس احنا ضفنا عليها بقى المواد اللي قلت لك ان هم بيستخدموها زمان وكانت فعلا فعاله وقويه جدا ليهم، زي الاسيويين بنشوف شعرهم تقيل وبيلمع واسود وما شاء الله عندهم مش المشاكل اللي عندنا. كانوا بيستخدموا زمان مية الرز. مية الرز غنية بمادة الستارش اللي هي النشا دي اللي بتشتغل على بصيلة الشعر، بتقوي بصيلة الشعر، بتخلي بصيلة الشعر انها تستحمل كل العوامل الخارجية، ما تخليش الشعر يقع. كمان بيطول الشعر بعد فترة، بتخلي الشعراية رطبة، شكلها حلو، هتشيل تقصف وتشيل الهيشان. ده حاجة اللي هي مية الرز. تاني حاجة عندنا دهن الماعز. دهن الماعز انتوا حطيتوه في يعني منتج واحد اللي هو حاجة مش الشامبو ولا دي حاجة لوحدها. الايه؟ مية الرز؟ لا كله مع بعضه، كله داخل في كل المواد، كل داخل في كل المواد او سيرم او لا أو كل واحد فيهم داخل فيه حاجه. يعني مثلا زي البروتين داخل فيه دهن الماعز اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. انا عايزه اسالك بقى على حاجه، يعني هنا الصوره دي في هنا في فراغات جامده جدا. ده معناه ان اللي انت بتتكلمي المنتجات اللي بتتكلمي عليها بتنبت شعر تاني في الاماكن الفاضيه. في الاماكن الفاضيه من الحاجات اللي موجوده فيها، لان هي بتخلي احنا بنشتغل على بصيله الشعر. تمام. من الزيوت اللي بستخدمها زي اللوز بالظبط، الارجان، اللوز، ميه الرز، دهن الماعز كمان اللي داخل فيه البروتين. البروتين يعني هو المفروض احنا نتكلم عليه لوحده بس بما اننا فتحنا سيرته. البروتين زيرو فورمالين، احنا بنقول احنا المكونات ناس بتاعتنا كتير بتقلق منه عشان يعني في الفتره الاخيره اول ما طلع كله طلع يجري يعمله بعد حبه كله وقع شعره يعني بعد كده. ما هي تجربه لسه في الاول طبيعي يبقى له ما تجروش على الحاجه اول ما تنزل، استنوا استنوا شويه. لا 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 اوعوا، ده خطر جدا، ده مقلق. دلوقتي لا دلوقتي البروتين بروتين علاجي مش بروتين فرد بس، هو بروتين علاجي كمان. استخدمه للاطفال، الحوامل، كبار السن، لاي حد ملوش اي سايد افكت. زيرو فورمالين، مواد طبيعيه داخل فيها الحاجات اللي احنا قلناها، مجموعه من الزيوت، في كمان دهن الماعز الماده اللي احنا قلناها دي ماده غنيه بال هو ده نوع من انواع الفرد يعني في شيء في حاجه في ماده لا تفرد ما هو بروتين فرد بس علاجي. انا مش بفرد بغطيه كاني ماشي عليه، لا الشعر باين ان هو طبيعي. يعني الشعر مش باين ان هو معمول بمكوى. ايوه هو كمان طريقه استخدامه غير طريقه استخدام البروتين اللي بيتعمل بره. بره بيحطوا البروتين وبيمشوا عليه بال 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 بالفير كذا مره عشان يفرد الشعر، فبيبان الشعر مشدد او بيبان ان هو ده معمول بروتين. وساعات يبقى بيقولوا مكهرب بالظبط. ده لا، ده باين الشعر خلاص، الشعر باين طبيعي جدا، حتى باين لو في كسره خفيفه او في اعوجاج خفيف اللي هو باين ان الشعر طبيعي. هو عالج الشعر مش بس فرده. هو طيب بروتين معالج. الاستخدامات تبقى ازاي؟ يعني قول لنا كده، لا نحط ده وبعدين ده وده يستخدم مرتين، لا ده مره، لا ده ماشي. لو هنعمل البروتين بتاع الست لازم استخدم يعني يفضل يعني ان انا استخدم البلسم الكونديشنر بتاع الست، يستخدمه مرتين في الاسبوع. الشامبو برضو بنستخدمه مرتين في الاسبوع بس ما ناخدش كميه كبيره. البروتين ليه استخدامه، ليه طريقته مكتوبه عليه، نمشي بطريقته ما نمشيش بالطريقه بتاعه البروتين بره عشان الشعر ما يتحرقش. بس فدي الحاجات الطبيعيه اللي موجوده في الست اللي هي بتاعه الشعر، ما فيهاش اي اثار جانبيه ومصرحه وبس، ما فيش فيها مشاكل. لا. يعني ان شاء الله. طيب نتكلم بقى على مشاكل البشره اللي تكمله الصوره بقى. مشاكل البشره خاصه كمان في فصل الصيف بتبقى كتيره جدا. احنا لو قلنا في الشتاء مثلا بيبقى فيه جفاف، لا الصيف بيبقى مشاكله كمان كتيره قوي، خصوصا لو في بشره دهنيه شويه. كلمينا بقى عنها.
احنا زي ما اتكلمنا عن الشعر الناحي لزيوت طبيعيه، هي نفس الموضوع، هنبعد عن الكيميكلز، هنبعد عن البرودكتس الكتير، هنبعد عن اي حاجه مش طبيعيه، هنرجع برضو للزيوت. الزيوت الطبيعيه زمان كانوا بيستخدموا صابونه نابلسيه اللي ما فيهاش اي حاجه خالص، مربعه صغيره. دي بيستخدموها لحد دلوقتي، كان فيها الزيت ان دي امن بالزبط. امن حاجه لغسيل البشره، ما تستعملوش اي حاجه فيها يعني لو عملتيها مش بتطلع صابون. الصابون اللي بيريح اللي احنا بنغسل بيه ايدينا ده وبنغسل بيه جسمنا مش معمول للوش. يعني انواع الصابون اللي موجوده مش معموله للوش، مش للبشره، دي للايدين، غسيل الايدين. في حاجات تانية للوش، في حاجات للوش فيها كيميكلز، وفي حاجات طبيعيه. فالاسهل الحاجات الطبيعيه الطبيعيه الرخيصه كمان. يعني الصابونه اللي كانوا بيستخدموها اللي بالزيتون دي رخيصه جدا وحلوه جدا للوش ومفيده جدا للبشره. احنا اخذنا بقى الفكره دي اللي هي كل مواد طبيعيه وزيوت البشره كانت زمان احلى من دلوقتي، عملنا نفس الموضوع. معنا تو برودكتس، اول واحد كريم ميلا. كريم ميلا عباره عن مواد طبيعيه في تفتيح البشره، ازاله البقع الناتجه عن النمش، بقع الحبوب. التفتيح ده بيعمل يعني اعرف ان في بعض الحاجات اللي تفتيح تقشر البشره وتخلي البشره شكلها مش من مكوناتها الأول. بقى هنعرف ان ما فيهوش اي تقشير، ما فيهوش اي مواد كدا. لا ده خلاصه العرقسوس، دي الصور بتاعتهم، دي صور النمش من ضمن الـ 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 الاستخدامات بتاعته، اثار الحبوب، النمش. واضح ان هو بيعمل نقاء ويخلي البشره بحاجات طبيعيه موجوده في خلاصه العرق السوس. العرق السوس فيه مضادات اكسده قويه جدا وفعال 100% لتفتيح البشره. حاجه طبيعيه ما فيهاش اي كيميكلز. في عنب الدب، ده نوع من انواع العنب. الماده اللي فيه اسمها ماده الاربتين، ماده الاربتين دي بتساعد على تفتيح البشره جدا، وكمان انها بتحمي البشره من اشعه الشمس، فممكن تستخدم كصن بلوك قبل الخروج. في ماده اسمها ماده السيليكون، السيليكون عشان نحافظ على بشرتنا، زي ما قلنا ان مشاكل الشعر الجفاف البشره عشان تحافظ على الميه بتاعه البشره. طول ما شعري زي وشي بالظبط، لو شعر رطب مش جاف مش هيتقصف، مش هيتجعد، مش هيقع. الوش هو كمان، لو الوش رطب مش بشره جافه، مش هتسيب اثار للحبوب، مش هتسيب علامات الالتهاب، مش هيعلم فيها ويسيب بقع. فده اهم عنصر بصراحه فعال جدا فيه، اللي هو السيليكون، عشان يرطب البشره فيخلي البشره نقيه اكتر، فيظهر علامه مفيش علامات تجاعيد، مفيش علامات تقدم السن. وكمان الصبار، الصبار زمان كانوا كل المكونات دي موجوده في ده، موجوده في كريم ميلا، مكونات طبيعيه يعني كلها حاجات طبيعيه يعني حاجات طبيعيه ولو سمعت عنها زمان قوي. الصبار زمان كانوا بياخدوا حته من ورق الصبار وبيفتحوها بياخدوا الجل اللي جواه. دلوقتي في شركات كل اللي هي بتعمله انها بتاخد الجل اللي جواه مكتوب عليه خلاص ده جل الصبار. زمان كانوا بياخدوا الورقه وبيقطعوا وياخدوا الجل اللي جواه يحطوه على وشهم. سحر، مش هتحتاجي بوتوكس، مش هتحتاجي اعمل عمليات، مش هحتاج احط كريمات. شوفي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى فعلا يعني خلق كل حاجه وفيها فوائد لكل حاجه ممكن تكون موجوده. حاجات بسيطه. كلمينا عن الغسول بقى، الغسول الغسول فيبا فيبا مان، ده غسول برضو بنفس المكونات اللي احنا قلنا عليها لكريم ميلا، بس ضفنا عليه بقى الزيوت. يعني برضو في الصبار عشان يشيل التجاعيد، يشيل اثار الحبوب، يشد الوش ويخلي الوش نقي. في زيوت، في زيت اللافندر، في السيليكون اللي داخل برضو في كريم ميلا، فالاتنين يعتبروا بيكملوا بعض. الفرق بقى ان احنا زودنا عليه مجموعه الزيوت، زيت اللافندر وزيت الكاموميل وكمان زيت شجره الشاي. زيت شجره الشاي ده للبشره الدهنيه عشان يحد من الدهون اللي بتخرج من الوش، بيتحكم في كميه الدهون اللي بتخرج من الوش. فالاتنين بيشتغلوا مع بعض. ودي بعض النتائج. دي نتائج لاثار الحبوب. ده في الاول، ده بعد النتيجه. النتيجه من شهر لثلاث شهور. ده احنا ده علاجي يعني، زي انت قلتي كده علشان خاطر في ناس بتبقى مستعجله قوي، هو لا ده انا بقى لي يومين بحطه وما فيش اي. لا ده ما هو ده علاج بنمشي عليه على حسب المشكله. لو عندي حفر في وشي واثار حبوب كتير هتاخد وقت، عندي بس حاجات بسيطه كده هتتحل. بس كده حلينا كل مشاكل الوش كلها، منتجات حاجات طبيعيه ما فيهاش اي اثار جانبيه خالص. دكتوره ليالي نورتيني، اشكرك جدا واشوفك على خير ان شاء الله. ميرسي، بشكرك.
أشكركم مشاهدينا وأشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. لو عشت وكان لي عمر أشوفكم الساعة 3 بإذن الله. بشكركم، سلام عليكم.